موقع جريدة اليوم السابع نشر تقرير عن جلسات المؤتمر، وقال إن النسخة رقم 8 من المؤتمر الوطني للشباب بمركز المنارة في التجمع الخامس بتحتوي على جلستين رئيسيتين على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس. الجلستين هما: الجلسة الأولى تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، وجلسة الثانية تحت عنوان تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع. وحتكون محاور النقاش الرئيسية في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف كمان أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة للتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر. أما الجلسة الثانية، جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، حتكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، وكمان استعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية أن يكون ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى إعلام بديل.